اهلا، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى، جبت لكم معايا ايه النهارده. مش هتصدقوا، تجربه جامده جدا جدا مكتوب عليها وور هات، حرب الدماغ. البونبوني الفظيع قوي المنسي جدا جدا جدا. تعالوا بقى نفتحه وندوه مع بعض ونشوف يا ترى بقى حرب الدماغ ده هيعمل لي ايه في دماغي، وايه البونبوني الرهيب قوي المنسي قوي ده اللي بيجنن الدماغ. الله، ده شكله هيكون بونبوني جامد. عايز بقى ان انا افتحه. كمان مش بس كده، ده باربعه فليفرز، في طعم الشاي الاخضر والتفاح الاخضر، وطعم الايه التوت الازرق والفراوله. ايه ده، الله، جامدين قوي الاربعه فليفرز المختلفين دول. تعالوا بقى نفتحه وندوق يا ترى البونبوني الفظيع ده هيكون طعمه عامل ازاي. نقدر ان احنا ندوقه بقى ونشوف يا ترى هيعمل لي ايه في دماغي. اوكي، افتح بقى كيس كده ونطلع بقى الحاجه اللي فيه. ايه ده، بصوا، ده فيه بونبوني كتير قوي، وكل ده طبعا بونبوني مز قوي قوي قوي. اهو كده الحمد لله بقى طلعته كله. الله، ده جامد قوي، مكتوب عليه بقى ان هو مز جدا. ترى بقى نقدر ان احنا يعني ندوقه. ده الاول حاجه اللي هو لونه اخضر بقى، وده اللي هو لونه اصفر. تعالوا بقى نفتحه. وهنا بقى بصوا مكتوب عليه بلاك تشيري. اوكي، اللي هو التوت الاسود. وتعالوا بقى نشوف الاخضر ده هيكون طعمه عامل ازاي. الله، بصوا البونبونيه لونه اخضر يجنن ازاي طعم الشاي الاخضر. الحته كمان تجنن. بصوا بقى، هحاول ان انا اجيب السكينه كده عشان اكسرها واقول لكم بقى يقدر ان انا اكسرها ولا لا. اوبا، قدرت ان انا اكسرها. طعم الشاي الاخضر، واو. يا ترى بقى يكون طعمها عامل ازاي. انا بحب البونبوني جدا، نخلي بالنا عشان ده بيبقى مز قوي قوي قوي، مش اي حد يقدر ان هو يستحمله. في ناس اصلا بتصرخ منه. اوكي، تعالوا بقى نشوف ده وده. فتحناهم اهو، نيجي بقى برضو سكينة ونقعد نكسره ونشوف بقى يا ترى هيكون ايه، نكسرهم بسهولة ولا لا. اهو شفتوا بقى، كسرناهم بمنتهى السهولة. واو، احنا جامدين جدا. اهو بصوا بقى، تعالوا دقت كده بقى ايه اول واحدة. يطلعت مز قوي قوي. البنبوني كامت قوي، ده دي مز قوي. كلاوي، لا لا لا، مش قادرة مش قادرة، انا بفكر اشرب مية، مش قادرة، دي مز جدا. البنبوني مز قوي ده، لا لا مش ممكن، دي فظيعة. الطعم ده يعني مز قوي، يمكن ده وحشهم ولا ايه. انا شايفة ان ده اكتر حاجة مز انا دقتها. ايه ده، ده مش زي قوي. تعالوا بقى نشوف اللي هو اللون الاصفر ده، ونشوف يا ترى هيكون طعمه عامل ايه. يا لهوي يا ساتر، يا لهوي، البنبوني ده مش جدا 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 فوق ما انتم متصورين. انا حاسة ان دماغي بتلف، انا حاسة ان دماغي بتاكلني. ده مز قوي. فاضل لي كده اخر بونبونيه، مش قادر ان انا ادوقها، مش قادر. لا فعلا ده مز جدا. لا لا لا، برضو نفس الحكايه، ايه البونبوني الفظيع ده. لا، ده بوظ لي دماغي خالص. انا حاسه ان انا مش قادره افكر من كتر ما دماغي باظت، من كتر ما البونبوني مز قوي. لا، مكتوب عليه فعلا هو اكستريم ساور، يعني مز جدا بطريقه غريبه، كنت متصور ابدا ان هو يكون مز قوي كده. ممكن احنا بقى ناخده معانا المصيف ونديه لاصحابنا، هيتخضوا جدا لما ياكلوه. فعلا يعني هيوجع لهم دماغهم. وبليز بقولوا لي رايكم بقى فيه في الكومنتات. بليز ما تنسوش انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.